خليني بقى أكلم حضراتكم عن السياحة. السياحة الحقيقة واحدة من المشكلات الكبيرة قوي 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 اللي مصر واجهتها في 2016. يعني 2016 كان فيها، مش عايزة أقول لكم طلوع ونزول في السياحة، هي كان فيها نزول في السياحة. احنا ممكن نكون شفنا ان في مجهودات بتحصل على مستوى السياحة، بس كان في تراجع لإيرادات السياحة بنسبة تزيد عن 56%. كنا بنشوف ان احنا محتاجين ان احنا نفتح اسواق اكتر من كده عن الاسواق اللي موجودة، الا ان ده للأسف ما كانش بيحصل، او كان بيحصل ومش بيتم الاعلان عنه. هل احنا هنفضل يعني، وهل كمان الوضع السياسي هيبقى مسيطر على الوضع السياحي بالصورة اللي احنا شايفينها، اللي هو الناحية الأمنية؟ هنفضل مستنيين السياحة ونشوف شرم الشيخ فاضية والأقصر وأسوان فاضية والغردقة فاضية؟ هل ده هيفضل في 2017، ولا بعض المؤشرات اللي كانت موجودة في 2016 ومنها أخيرا المكالمة اللي كانت ما بين الرئيس السيسي ورئيس بوتين بعودة سياحة روسية ممكن تبقى مؤشرات لأن السياحة ترجع مرة تانية زي ما كانت؟ معانا على التليفون الأستاذة أميمة الحسيني، وهي المتحدثة باسم وزارة السياحة. صباح الخير يا أستاذة أميمة، وكل سنة وأنتي طيبة. صباح النور يا أستاذة دينا، وحضرتك طيبة. أستاذة أميمة، يعني للأسف 2016 كانت سنة مش حلوة على السياحة، يعني ما كانتش سنة فيها أي نوع من أنواع الإيجابيات قوي في مجال السياحة، وجايز الوضع الأمني أو الناحية السياسية كانت بتسيطر أكتر على ده. هل نتوقع 2017 في انفراجة شوية في مجال السياحة؟ ان شاء الله. طبعا هي كان الوضع السياسي اكتر من الوضع الامني، يعني موقع مصر الجغرافي الحقيقه كمان يعني كان ليه طبعا دخل بده جامد قوي في الفتره اللي فاتت دي، لان الحقيقه يعني زي ما حضرتك عارفه طبعا المنطقه كلها ملتهبه، فالموضوع ما هوش مقتصر بس على مصر او مصر هي المقصوده، ولكن بسبب الاحداث اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، دي طبعا أثرت تأثير سلبي جدا على مصر الحقيقة وعلى السياحة المصرية يعني. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني في 2016 إحنا معلش يعني أستاذ أميمة ما كناش حاسين قوي إن كان في مجهودات على المستوى الوزارة أو حتى هيئة تنشيط سياحة كانت بتحصل في مجال السياحة، وانا عارفه طبعا ان زي ما حضرتك قلتي الوضع الامني، وكمان موضوع مش عايزه اقول حظر، بس المشاكل السياسيه بيننا وبين، او مش مشاكل يعني الازمات السياسيه اللي حصلت ممكن تكون اتسببت في ده، بس ليه ما كانتش وزاره السياحه بتحاول تفتح اسواق جديده؟ ليه ما كانتش هيئه تنشيط سياحه بتشتغل بشكل مكثف اكتر؟ لا انا الحقيقه مش عارفه ليه حضرتك بتقولي انه وزاره السياحه ما حاولتش تفتح اسواق جديده او هيئه تنشيط السياحه ما كانتش. طب احنا ليه ما كناش بنعرف في مجال الاعلام لو كان ده بيحصل؟ لا الحقيقه معروف لدى الاعلام السياحي وفي مجال الاعلام لا ان ده طبعا بيحصل، لكن زي ما قلت لحضرتك كان في مؤثرات خارجيه كانت اقوى واكبر بكثير من مما يحدث على الساحه الداخليه فيما يتعلق بتنشيط السياحه او الانتهاجات الوزاره. يعني لو ما كانتش الجهود اللي اتخذتها الوزاره دي كان ممكن الوضع يبقى اكثر سوءا حقيقه مما هو عليه، لكن حصل طبعا استهداف للاسواق الناشئه، وحصل تغيير جذري في برنامج تحفيز الطيران اللي كانت متبنيه الوزاره وبتدعمه. كل الحاجات دي لا طبعا ساهمت في انه اكيد كان ممكن نبقى افضل من كده، لكن ما تنسيش حضرتك ان احنا فقدنا 4 مليون سائح بمجرد فرض الحظر من روسيا وانجلترا. عندك 4 مليون سائح بالفعل ما كانوش موجودين، دول مش تقدري تعوضيهم من اسواق برضه ناشئه بالسهوله دي، لان الاسواق الناشئه او اي سوق حضرتك بتستهدفيه من جديد او بتبتدي تكثفي فيه جهودك الترويجيه والتنشيطيه بياخد وقت. فمفروض ان احنا البوادر دي نتمنى طبعا ان احنا نشوفها في 2016 وتبقى في مؤشرات ايجابيه في 2017 اسفه لما حدث في 2016، لكن انا طبعا مش بقول لحضرتك ان الوضع مثالي لانه ما هواش مثالي، لكن في تطور وفي تحسن ولو كان بطيء، لكن هو تحسن ملحوظ وتحسن يعني مستمر من بعض الاسواق. طيب لو اتكلمت مع حضرتك ان الفتره اللي فاتت دي تحديدا اليومين اللي فاتوا كان في اقاويل بتتردد على ان كان في، يعني انا جايز مش عايزه اقول، عايزه
تفاصيل لحضرتك اكتر، بكلم عن الحملة الترويجية الخاصة بإيطاليا، او ان مصر يعني بتروج نفسها في إيطاليا. دي اثارت الحقيقة لغط كبير قوي، وكنا بنتكلم يعني في عنوان كبير قوي بيتقال وزير السياحة قال ان نتائج الحملة الترويجية في إيطاليا 1.5 مليون لايك. فهل احنا نتائج الحملات الترويجية بتتقاس بمقياس السياحة ولا بمقياس اللايك على الفيسبوك؟ لا 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 لا، ده عنوان، انا بقول لحضرتك عنوان مكتوب. طبعا يعني. طبعا طبعا حضرتك، واحنا ردينا رد رسمي للوزاره وللهيئه على ده. الموضوع اصلا لما اثير حضرتك في الاول انه الحمله في ايطاليا مش باينه او مش واضحه او في سياح لما جم مصر اشتكوا او قالوا ان هم ما شافوش، ما سمعوش عن الحمله. احب اوضح حاجه بسيطه بس. اتفضل. السياح دول حضرتك كانوا مدعوين من احد رجال الاعمال الايطاليين. السياح دول اللي هم عايشين في وسط ايطاليا وتضرروا من الزلزال. مظبوط. فهم دعوهم هنا عشان يعني ترفيه ليهم، ويعني زي ما بنقول ايه، اخذوا بخاطرهم يعني وسفروهم مصر. لكن حقيقه طبعا حمله مش مفروض في اي بلد انها بتستهدف حضرتك البلد كلها. يعني هي فعلا يعني كانت معموله على مستوى 3 مدن ايطاليه فقط؟ ايوه، على مستوى مدن ايطاليه المرحله الاولى. أيوة، 3 فقط. بتستهدف 3 مدن ايطاليه كبيره. هقول لحضرتك ليه؟ اتفضل. لانه الطيران من ايطاليا ما بيطلعش غير من 3 مدن. يعني الطيران، شركات الطيران اللي هي شركات الطيران العارض او منخفض التكاليف اللي هي بدات دلوقتي بس ابتدت بدأت من 3 مدن بس، لأن هم 3 شركات طيران الحقيقة بس في إيطاليا اللي هم بيسيروا هذه النوع من الرحلات. وطبعا الوضع في إيطاليا حضرتك عارفة من الأول إن هو كان متأثر بالموضوع مقتل ريجيني. وبعدين إحنا توجهنا إلى إيطاليا الحقيقة، وسيادة الوزير عمل يعني تعازي رسمية واتكلم عن الموضوع الحقيقة بمنتهى الشفافية، وقال انه كان لسه في حاجات قيد التحقيقات، لكن كان مهم جدا اللي هو التواصل الانساني معاهم. من بعد الحقيقة هذه الزيارة لا، بدأت السياحة تاني تعود من ايطاليا، لان السياحة كانت تقريبا شبه متوقفة من ايطاليا. فما تقدريش حاجة تنزلي بحملة بتنزلي فيها، اقصد في مثلا في مدن او في وسط الجبل. الناس دي كانت عايشه في وسط الجبل اللي حصل فيه زلزال، يعني عايشه في المنطقه دي. انا رحت شفت المنطقه دي بنفسي. فطبعا يعني ما بتقدريش تستهدفي كل، اولا الحملات دي مكلفه للغايه، فانت بتستهدفي حضرتك المدن الرئيسيه او المدن الاكثر ترشيحا انها تصدر سياح. يعني احنا مثلا في انجلترا ما بتعمليش في انجلترا كلها، في امريكا ما تقدريش تغطي امريكا كلها، انت بتشوفي اكثر مدن بيطلع منها سياح او السياح بيتجهوا فيها للمقصد بتاعك، وهي دي حضرتك اللي انت بتستهدفيها. فاحنا الحمله كمان لسه باديه. الوزير سياده الوزير ما ردش بانه الحمله عليها 1.5 مليون لايك. لا، احنا في الشرح بتاعنا في الرد بتاع الوزاره اللي هو كان من ضمن عده بنود وعده نقاط كان منها ده، ان الحمله دي لما نزلت على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي كان ده رد الفعل للحمله. ده كان حضرتك جزء من الرد، فاحنا ما نقدرش ان احنا نقتص جزء من الرد وبعدين نعمل عليه عناوين. ويعني احنا لا، كمان هو ده. انا فاهمه حضرتك طبعا استاذ اميمه، عشان كده انا بسالك. بس هو كان رد الوزير في منشات كبير ان كانت النتيجه بتاعه الحمله دي 1.5 مليون لايك. يا فندم، ده اللي بقوله لحضرتك، لان الرد انا يعني انا شفته بنفسي، لان سياده الوزير لما قال لي ابعته، ما هو انا اللي عارفه ايه اللي اتبعت حضرتك. كون ان الناس بقول لحضرتك اجتزت جزء من ده واتعمل منشات او عنوان اتعمل منشات او عنوان، فده مش معناه ان ده اللي سياده الوزير قاله. الوزير قال ده، دي كان حضرتك الرد ده كان في 6 نقاط. طيب يعني هم خدوا النقطه دي وعملوها منشات. طيب خدوا النقطه دي وعملوها منشات، انما هو كان بيقول ايه رد فعل الحمله. ده اللي الوزير عمله، انه قال رد فعل الحمله كذا كذا، في كذا حد شافها، في كذا حد عمل لايك على كذا، في حد كذا حد استجاب يعني كان ده حضرتك ده كان جزء من ضمن الردود. ما ينفعش ان احنا بقول لحضرتك بقى ناخد ده ونختزل كل الرد في عنوان واحد عليه منشات. طيب، لان مش ده المعوشات حضرتك، ده كان مجرد شرح. طيب مظبوط. استاذه اميمه، طيب انا بس عايز اعرف من حضرتك خطتكم في 2017 ايه، وهل عندنا امل بقى ان احنا نشوف شرم الشيخ يعني زي ما كانت الغردقه الاقصر واسوان بدل ما هم فاضيين كده؟ لا، نتمنى طبعا. طبعا نتمنى ده، لكن احنا يعني انا اسفه طبعا ان انا اقول كده، بس التمنيات لوحدها مش كافيه. صحيح يعني صحيح. ما هو
طبعا ما هو التمنيات دي لازم تبقى نتيجة لجهود بتبذل. فالجهود بتبذل يا فندم، الجهود موجودة. وبعدين أنا عايزة أقول لحضرتك بس معلومة بسيطة فضل. جدا، يعني فنادق كتير جدا من القاهرة، أنا عارفة طبعا دي فترة يعني مواسم وأعياد، وإنما فنادق القاهرة الحقيقة نسب الإشغال فيها عالية جدا. ما ده عشان راس السنة بقى. اي انا بقول لحضرتك ايوه يا فندم ايوه، ما هو احنا كان عدى علينا راس سنه قبل كده والدنيا ما كانتش برضو يعني صحيح. الحقيقه يعني يعني ما هو كانت راس سنه برضو. اللي عايز اقوله ان ده بس وان كان يعني مؤشرات بقول لحضرتك ايجابيه، وان كانت عايزه اقول ايه يعني مش بالسرعه اللي احنا كلنا بنتمناها، لكن في مؤشرات بتقول ان في تحسن. الاقصر واسوان يا فندم في تحسن، الكروزات بتاعه النيل ما شاء الله الحجوزات عليها هايله. دلوقتي في حجوزات وفي اشغال في الحجوزات. طبعا طبعا طبعا. النسب قد ايه تقريبا يا استاذه اميمه في الاقصر واسوان؟ لا الاقصر اسوان الحقيقه يعني من الاقصر قالوا لي انه تقريبا في ناس مش لاقيه كابينه واحده بار. حقيقي مش عدد المراكب اللي موجود هو اللي شغال، احنا حضرتك عندنا حوالي 250 مركب، لكن فيهم عدد مراكب كتير جدا ما هياش صالحه او ما استوفتش الشروط والاجراءات اللي لازم تستوفيها، وبالتالي في وقف تراخيصها من وزاره السياحه. لكن المراكب اللي موجوده دلوقتي اللي هو لو بنتكلم على 25 30 مركب الكبار اللي هم بيجيبوا اللي بنسميهم النيش ماركت او سياحه الصفوه، دول مليانين. الفنادق في الاقصر واسوان برضو نسب الامتلاء بتاعتها لما حضرتك توصل دلوقتي ل 20 و30% بعد ما كنا 3 ل 5%، يعني نقدر نقول انه في تحسن. انا عارفه ان احنا كلنا عايزين نشوف مصر احسن دوله واكتر دوله بيجي لها سياح، وكلنا احنا كمصريين ويعني وبنحب بلدنا، وحضرتك عارفه طبعا ان طبعًا. السياحه مصدر من اهم مصادر الدخل القومي، واحنا عايزين العماله وعايزين طبعا الناس تشتغل وعايزين الناس. هنتابع معاك يا استاذه اميمه في 2017 الاجراءات اللي ممكن تكونوا بتتخذوها، او ايه اللي هيحصل بالظبط، وايه مين جم من السياح ودول ايه، وعملتوا خطط ازاي. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذه اميمه الحسيني المتحدث باسم وزاره السياحه، شكرا جزيلا لحضرتك. خليني اقول لكم كمان ان برضه في 2016 شفنا ان السلع بدات ان هي تزيد اسعارها 100% واحيانا 200%، ولكن الناس استحملت. شفنا ان الوقود نفسه والبنزين اسعاره بتزيد، شفنا بقى كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، الزيت والسكر والاسعار والدولار والوقود. شفنا ان ازاي في لعبه اسمها لعبه صناعه الازمات في مصر، من الدولار للسكر الرز الزيت، ولكن الحقيقه المصريين استحملوا كتير قوي، وده باين، والحكومه حاسه بده، وحتى الرئيس حاسس بده، وقال للمصريين انا عارف ان انتوا استحملتوا، فالدوله كلها عارفه ان المصريين استحملوا. فاكيد اكيد 2017 يعني باذن الله هيبقى سنه ان شاء الله مختلفه عن 2016، وهيكون فيها امل كبير، لان اللي استحملوا في 2016 كانوا المصريين، ووقفوا مع البلد كانوا المصريين، واللي استحملوا الإرهاب وشافوا مرارة فقدان حد من عائلاتهم كانوا المصريين. فأنا أعتقد أن مع كل اللي احنا استحملناه ده، أن شاء الله 2017 هتبقى سنة خير وسعادة. والحقيقة احنا كل سنة زي ما كنت بقول من شوية بنقول السنة اللي فاتت كان فيها مشاكل، والسنة اللي فاتت كانت مش كويسة، ويا رب السنة الجاية أحسن، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ده ما يحصلش في 2017. ولكن احنا مش بنقول ان 2016 كانت سنه سيئه، كان فيها انجازات كتير وكان فيها ايجابيات كتير مع السلبيات، كلهم كانوا ماشيين الحقيقه متوازيين مع بعض. يعني بتمنى ان كمان الدوله تشتغل في 2017 بصوره افضل من 2016، لان المصريين استحملوا كتير قوي، واللي استحملوه في 2016 يعني بتمنى ان احنا نعوضهم عنه في 2017. النهارده الحقيقه ما كناش حابين ان احنا نقول لكم مجموعه من الاخبار، كنا حابين ان احنا نقول لكم زي حصاد كده مختصر ل 2016، الازمات اللي كانت بتحصل، نكلمكم كمان عن الانجازات اللي كانت بتحصل، نكلمكم عن الارهاب اللي كنا بنعاني منه، واعتقد ان ده مش هيحصل، مش يعني مش هيخلص في 2017، ولكن احنا عزيمتنا هتفضل موجوده، واصرارنا ان احنا نستحمل ونقف مع البلد في الفتره اللي هي بتعدي منها دي، هتبقى برضو العزيمه دي موجوده في 2017 مع احساس الدوله بقى بينا وباللي احنا استحملناه. في نهايه حلقتي النهارده، والنهارده هي اخر حلقه زي ما قلت لحضراتكم في 2016، مره تانية
بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير، والعالم كله بألف خير، كل سنة وكل أخواتنا المسيحيين بألف خير، ويا رب أعيادهم إن شاء الله تكون أعياد سعيدة عليهم وعلينا كلنا وتعدي بخير وسلام. وطبعا انتم عارفين إن في حالة من التشديد الأمني على مستوى البلد كلها علشان احتفالات أخواتنا المسيحيين وأخواننا المسيحيين بأعيادهم. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، ويا رب آخر يوم في السنة يكون يوم سعيد، والسنة اللي فاتت كمان. بكرة إن شاء الله أول يوم في 2017 هكون مع حضراتكم. كل الشكر ليكم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الطبية. أشوفكم على ألف خير، وكل سنة وأنتم طيبين.